موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ، أهلا بكم. تحصلت النبأ على نسخة محضر وقف إطلاق النار بين طرفي الاشتباكات في صبراتة الثلاثاء الماضي، ونص المحضر على ضرورة انسحاب الكتيبة 48 مشاة إلى مفترق مستشفى المدينة، وانسحاب غرفة الوادي إلى نقطة البوابة العسكرية الشرقية، إضافة إلى انسحاب جميع التشكيلات المسلحة من المدينة. وطالب المحضر بتسليم مديرية الأمن المواقع كافة في وسط المدينة. هذا وطالب مدير مستشفى صبرة التعليمي هشام الفقي وزارة الصحة بالحكومة المقترحة بتوفير الدعم للمستشفى، وذلك لمواجهة الظروف الراهنة التي تواجهها المدينة. ودعا الفقي في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك يوم الخميس العناصر الطبية العاملة بالمستشفى إلى الالتزام بالحضور بالنسبة للعنصر الطبي الرجالي وحضور العنصر الطبي النسائي للعيادة المجمعة بمنطقة سوق العلالقة. وصف رئيس لجنة تعديل اتفاق الصخيرات بمجلس الأعلى للدولة المنبثق على اتفاق الصخيرات موسى فرج، وصف خطة الطريقة الأممية الجديدة بتغيير المفاجأة. وقال فرج في تصريح لوكالة أكي الخميس إن اجتماع تونس الثلاثاء القادم سيشمل نقاشات حول الصلاحيات وحجم الحكومة ومن سيقع عليهم الاختيار، مؤكدا وجود توافق بخصوص الفصل بين الحكومة والمجلس الرئاسي المقترح. وأضاف فرج أن الخلاف المتوقع سيكون بشأن تجميد المادة 8 من اتفاق الصخيرات والمتعلقة بتبعية القائد الأعلى للجيش، مؤكدا أنهم ليسوا ضد أحد وأنهم يرفضون ما لا يتوافق بشأنه الليبيون جميعا. من جهتها جددت مصر وتونس والجزائر تأكيدها أن لا بديل عن الحل السياسي الشامل في ليبيا. ودعا وزراء خارجيتها خلال اجتماع جمعهم بمقر البعثة المصرية بنيويورك يوم الخميس إلى أن يكون الحل من صنع الليبيين بعيدا عن أي إملاءات خارجية، وفق ما نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم الجمعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.